طابت أوقاتكم أصدقائي بكل خير. ما طبيعة طاقة الجسم؟ وكيف يصرف الجسم هذه الطاقة المكتسبة؟ وما هي حاجتنا اليومية من الطاقة؟ هذه هي أسئلة هذه الحلقة، فتابعونا. ما هي طبيعة طاقة الجسم؟ يتغذى الجسم على السكريات، البروتينات والدهون، و طاقة الخلايا الأساسية هي الجلوكوز، حيث أن جرام واحد من الجلوكوز يعطي 4 سعرات حرارية. البروتينات 1 جرام منها أيضا يعطي 4 سعرات حرارية. وتتميز السكريات والبروتينات كلاهما بأن الجسم يتعامل معها بسرعة ويستخلص منها الطاقة. أما الدهون فإن جرام واحد من الدهون يعطي 9 سعرات حرارية. يتعامل الجسم ببطء مع الدهون ويستخلص منها طاقة أكبر كما هو واضح. ولكن قبل البدء فإننا نستخدم مصطلح السعرة الحرارية للدلالة على الطاقة التي نستخلصها من الغذاء. فما هي السعرة الحرارية؟ السعرة الحرارية هي كمية الحرارة والطاقة التي تستطيع رفع حرارة 1 جرام من الماء فقط لدرجة مئوية واحدة وتحت الضغط الجوي النظامي، حيث تقوم برفع درجة حرارة هذا الجرام من الماء من الدرجة 14.5 إلى الدرجة 15.5. وللتنبيه فهذا التعريف ينطبق على السعرة الحرارية الفيزيائية. أما السعرة الحرارية في مجال التغذية والكيمياء الغذائية فإنها تدل على كمية الطاقة اللازمة لرفع حرارة 1 كيلوغرام من الماء درجة مئوية واحدة. فإذا هناك فرق بين السعرة الحرارية في الفيزياء والسعرة الحرارية التي نستخدمها في الكيمياء الغذائية. وبالتالي فالسعرة الحرارية الغذائية أو ما نسميها بالسعرة الحرارية الكبيرة فإنها تساوي 1000 سعرة حرارية فيزيائية أو سعرة حرارية صغيرة. لذلك تجدونهم أحيانا يطلقون اسم الكيلو كالوري. الكيلو هي الألف والكالوري هي المقصود بها السعرة الحرارية. وستجدون أحيانا بعض الأرقام بجانب الكالوري مثل 4 15 و20 إلى آخره، وهي تدل على درجة الحرارة التي سوف يتم فيها رفع درجة الماء درجة إضافية للدلالة على درجة الحرارة التي تقع في مجال رفع الحرارة. وكمعلومة سريعة فإن 1 كيلو جول يساوي 0.239 كيلو كالوري، والكيلو جول هي واحدة القياس العالمية للطاقة. وهذا من ناحية الترموديناميك الحراري والكيمياء الفيزيائية. وستجدونهم يكتبون بجانب الكالوري رمز TH للدلالة على الترموديناميك. نعود الآن إلى الغذاء. يقوم الجسم بتفكيك العناصر الغذائية إلى مكوناتها الرئيسية، حيث يقوم بتفكيك النشويات والسكاكر إلى سكريدات أحادية، ويفكك البروتينات إلى أحماض أمينية، ويفكك الدسم والدهون إلى جليسرين زائد أحماض دسمة حرة. يتم تفكيك هذه العناصر الغذائية في المعدة وتمتصها الأمعاء، ويتم نقلها إلى الكبد. فالكبد هو مصنع الطاقة، حيث يقوم بتحويل السكريدات إلى جلوكوز لتستهلكه الخلايا في تفاعلات الطاقة الخاصة بها. ويقوم الكبد بتخزين ما بقي من السكريدات الفائضة ليومه الأسود على شكل نشاء حيواني أو ما يسمى بالجليكوجين. ولكن لو زادت كمية الجلوكوز جدا ماذا سوف يحدث؟ هنا تبدأ الخلايا بتحويل الجلوكوز إلى حموض دسمة، ويتم تخزينها في الخلايا الدهنية كاحتياطي طاقة ثانوي. وبالتالي عندما نحتاج للطاقة سنستخدم جلوكوز الدم ثم جليكوجين الكبد. وعندما تنفذ هذه الكميات نبدأ باستخدام احتياطات الدهون المخزنة في الخلايا الدهنية. والنتيجة فنحن نستهلك الغذاء لنأخذ منه مواد البناء لتجديد بناء خلايانا، ونأخذ منه أيضا الطاقة التي نصرفها على تفاعلات الهدم والبناء. والآن بالمحصل إذا كان احتياجنا للطاقة أقل من الوارد الذي نتناوله
فستتحول هذه الزيادة الفائضة من الطاقة التي أخذناها إلى دهون في جسمنا، وتدريجيا سيمتلئ الجسم بالخلايا الدهنية وتتحول أجسادنا إلى أجساد بدينة.